ذكر الله عز وجل، وهذا من أعظم الذكر، ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه. ولذلك إن أقواما يقرون القرآن لا يجاز ترقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. ولا الذكر لا يأكل باللسان. بعض الناس ماسك سبحة، هذه والله أمس في درس واحد قال لي يا شيخ ماسك السبحة وجالس يتكلم في الكورة والديربي والسوبر، وقال قلت له يا أخي أنت بتسبح إزاي؟ انتبهوا، إن الله لا يقبل من قلب ساهٍ لاهي. والآن بقت السبحة كمان إيش الآن؟ بقت مع الموضة كده، تكتك كده ولفلفة، ومع لون الكبك، وكمان لون إيش؟ لون القلم، زاك الله خير. وكل مرة سبحة جديدة، سبحة كهرمان، وسبحة مش عارف حجر أسود. ويقول لك دحين بيقول لي الآن السبحة كمان صغروها وخلوا حبات صغيرة كده مش عارف 12-13 حبة وانت ماشي. لا انتبه، الذكر يريد استحضار إيش؟ استحضار القلب. الله يرضى عليك. نعم، من أفضل ذكره بكلامه القرآن، أفضل الذكر تلاوة القرآن. وكان السلف يسبعون القرآن فمي بشوق، كل أسبوع يغلقون القرآن فمي بشوق. يبدأ اليوم الأول من سورة الفاتحة إلى النساء، فمي حرف الفاء. اليوم الثاني يبدأ من المائدة لحد التوبة. اليوم الثالث يبدأ من يونس، فمي لحد النحل. اليوم الرابع يبدأ سبحان بي بشوق إلى إيش الصورة اللي قبل الشعرة؟ الفرقان، يبدأ الفرقان. اليوم الخامس بعدين يبدأ بالشعرة إلى قبل الصفات، إيش قبل الصفات؟ ياسين. اليوم السادس يبدأ و و و والصفات إلى قبل قاف، إيش قبل قاف؟ إيش قبل قاف؟ فتح. قبل قاف يا حبايبي الحجرات. الحجرات. اليوم السابع يبدأ من قاف إلى الناس. هكذا كان السلف يسبعون القرآن. ولو أنك أنت بكرت إلى المسجد في بعض الساعات اللي هي ساعات اللي هي إيش اسمها فجر وكذا، وتطبيقات الأبليكيشن على الجوال تديك 10 دقائق قبل إيش الأذان تنبيه، تقوم تتوضع على طول وعلى المسجد، تحصل من الأول بين الأذان والإقامة تقدر تقرأ جزء من كتاب الله عز وجل. عندك في اليوم 4-5 أجزاء كل أسبوع، وأنت مختم بكل يسر وكل سهولة. فأعظم الذكر كلامه تبارك وتعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر من يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. نعم.